تعالوا نشوف ثورة أصحاب المخابز في مواجهة وزير التموين. نظموا مظاهرات واعتصموا وتظاهروا ضد وزير التموين. احنا اصحاب مخابز لنا حقوق، ومعالي السيد وزير التموين في بدايه التجربه بتاع الكارت الذكي اول ما جه طبق المنظومه حط بعض الوعود لاصحاب المخابز في تطبيق المنظومه، اللي هو يحرر المنظومه لكل مواطن يجيب العيش بتاعه من كل منطقه يعجبها، وقال اللي هو يحرر المطاحن اللي احنا اقدر اجيب سلعه بتاعتي الدي بتاعي من اي مكان عشان اقدر اطلع منتج كويس. فجاه من نفسه كده راح مخلي الرغيف ب 29 قرش و8 مليم وشال دعم الجاز، يبقى هو النهارده بيخسرني قد ايه؟ ما تبصش لان كان طن الدقيق ب 1000 ونص والنهارده بتدوني ب 1350. مطالبنا من 2006 لينا مستحقات، واحنا بنشتغل عند وزاره مش عند وزير او شخص معين بعينه، فالوزاره احنا لينا مستحقات السيد الوزير وعدنا كذا مره بيها ولم يتم وعده تنفيذ وعده. تم التسويف والمماطله من الوزاره ولم يحققوا اي مطلب من المطالب المشروعه لاصحاب المخابز في ظل خسائر متتاليه بتمارس وضغوط بتمارس علينا بسبب ارتفاع كل مستلزمات الانتاج. طب انت جايب لي دي وحش اسود وفي نفس الوقت بنافس 100 سلعه حلاوه وحاجات تانية وطحينيه وحاجات من دي، يبقى المواطن هيفضل السلع ويسيب صاحب الفرن. طب ما انا كل فرن فيه 10 افراد، والله العظيم قفلت الفرنين. لقيناهم بيطالبونا بمبالغ رهيبة جدا، بدأنا نسأل نقول المبالغ دي نازلة ليه؟ قالوا انتوا اخترقتوا السيستم. قلنا لهم انتوا سلمتونا المكن من بداية المنظومة وما ادتوناش لا تعليمات ولا اتفاقات ولا عقود بينا، كل ما هنالك ان احنا استلمنا المكن وقالوا اشتغلوا. احنا قبل المنظومة دي سيادتك يا سيادة الوزير كنا شغالين بعقد، كنا شغالين بعقد، ما كانش حد بيقدر يجي جنبنا. انت ليك حقوق عندنا حكومة بتاخديها، احنا لينا حقوق عند الدولة بناخدها بالعقد. دلوقتي لغى العقد القديم ده، لغاه خالص، بدأ بالمنظومة الجديدة من غير عقد. من غير عقد دي يعني ايه؟ دلوقتي كل الفران اتحبس، هتتحبس. المواطن له عندنا حق، واحنا لنا عند الوزارة حق، والوزارة لها عندنا حقوق. هو فعلا المواطن له رغيف كويس، وده حقنا ان احنا ننتج رغيف كويس، بس للاسف في معوقات انتاج من يوم بدايه المنظومه، ما تمش عمل تكلفه ولا مره، مع ان الدكتور خالد حنفي وعدنا بعمل منظومه كل 3 شهور، بقى لنا 18 شهر شغالين ما فيش ولا منظومه تمت. نمره 2 الضيق سيء جدا 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 على مستوى جمهوريه مصر العربيه، حاله الضيق سيئه جدا جدا ما يترتب عليه انتاج خبز سيء.